حلقة مخصصة للقاء خاص. نحن الآن في هذا القصر التاريخي مقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية حالياً. يسعدنا في هذه الليلة أن نلتقي عالماً وليس وزيراً فقط. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أحد الجهات التابعة لوزارة الأوقاف المصرية، وكان له هدف ورسائل محددة، والحمد لله عاد يؤديها بقوة. الإنسان بلا وطن لا أمان على نفسه ولا أمان على ماله ولا أمان على عرضه ولا أمان على دينه. إذا لم تساند الحاكم العادل أو المسؤول العادل ضيعته وابتليت بمسؤول ظالم.